يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك فتوى ثم قلت قال الشيخ كذا وكذا في هذه المسألة، ثم جاءني آخر وقال قال الشيخ الآخر كذا وكذا مخالف للشيخ، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ تشوف الدليل من هو معه مع أي الشيخ، تأخذ اللي معه الدليل، هذا هين، هذا أمر سهل، شوف اللي معه الدليل. لا غرابة إن المشايخ يختلفون، لكن الحمد لله الله جعل لنا ضابط وهو الدليل. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله لم يتركنا لقول فلان أو قول فلان، بل وضع لنا ميزانا وهو القرآن والسنة. نعم.